هذا المكان اوكي هذه شكرا لك على الفعاليات. هذا المكان معبد هندوسي وفي كهف فوق الجبل هناك، فانا جيت عشان ابغى ادخل الكهف، بس المشكله انه لازم اطلع هذا الدرج كله طعم المشوار. انتوا شايفين كيف حتى كذا مسوى عمودي يعني ما هو. المهم هطلع هطلع، الشكوى لله. اليوم سبت والله زحمه بشريه، وطبعا جت معايا الكاميرا الاسطوريه هذه باخذ فيها لقطات. شو كمية الحمام الموجودة؟ في ناس قاعدين ياكلوهم برا، كانوا يبيعوا اكل الحمام وكانوا يبيعوا موز، فشكله في قرود. في قرد هناك، ما ادري ايش ياكل، موزة الظاهر. هذه ام في قرد صغير معلق فيها من تحت، شوف راسه والله كتكوت. غنوني يا اخي، الحمام يوترني، قاعد يطير بارتفاع منخفض. القرود في كل مكان، هذا مرة نتفة صغنون. ممنوع اللبس القصير والجري والتدخين، بس هذا ايش الكلام ولا ايش هذا؟ ولا الاكل، حتى يلبسوا الاجانب تنانير اذا كانوا لابسين شورتات. طبعا هعد الدرجات اللي حطلعها كلها، ف يلا 1 2 3 50 51. ناخذ بريك، في هنا قردين قاعدين يتضاربوا. والله تعبت، لسه باقي كثير. ال مرة على تحت منحدر كذا، النزول اتوقع حيكون اصعب من الطلوع شكله. 52 101 102، ما اتفقنا ان القرود حيكونوا معانا بفوق. ما شاء الله تبارك الله، انا يلا قاعدة امشي والله، كيف قاعد اشيل هذا معاه؟ هذولي ما ادري ليش حفيانين. بداية شكيت، قلت يمكن انا غلطانة، المفروض البس جسمه، بس الباقيين لابسين عادي. المهم 103 119 119، شوف القرود 120 170. والله تعبت ما شاء الله، ذاك وصل وانا لسه 171 221. عسى الكهف يسوى في النهاية كل هذا الدرج. خلينا نجرب كاميرتنا الأسطورية قبل ما نكمل فوق. ان شاء الله الناس مبسوطة تتصور، انا يلا قاعد اطلع حرفيا. هنكمل 222. ميتين واثنين وسبعين وصلت. بعد 272 درجة وصلنا للقمة اخيرا، وصلنا للكهف. هذا هو الكهف من جوا. مويه قاعدة تنقط من فوق، ما ادري من الكهف ولا من المطر ولا من الحياة ولا الغدرة. طلع في درج زيادة، بس خلاص اهم شيء خلصنا البيج بوس هناك. قلنا قرود وحمام، بس ما توقعت انه في ديك هنا بعد. ذا وش طلعوا هنا؟ انا ما ادري صراحة اذا هذه التماثيل هم يتعبدوا عندها، انه في كثير. حسيت في شيء مشي جنب جنب، احسب قرد. هذول التماثيل انا ما ادري اذا هم يتعبدوا عندها ولا بس زينة للمكان. في مكان هنا، هذه المنطقة لازم تدخلوها حفاية، تدخلوا جوا والظهر هناك في تمثيل يتعبدوا عنده او شيء، اتوقع يصلوا عنده ولا يتعبدوا عنده ولا يدعوا ولا ما ادري، بس المكان مرة خرافي من جوا. حنكمل هنا الدرج، في موية قاعدة تنقط من فوق، والدرج ترى يزحلق، اتوقع اشوف في ناس قاعدة تزحلق وهي تطلع وتنزل، بس يلا مو مشكلة. وصلنا اخر شيء 272 273 274 329 330 330 مجموع كامل. هنا في نهاية المعبد، مرة قريبة من طريقة صلاة اليابانيين، يوقفوا يدعوا ويرموا فلوس اتوقع في الصندوق، بدري اذا الفلوس الزامية ولا لا. يا حيلهم القرود شادين حيلهم، والله كثير طلعوا هنا فوق، اثنين قاعدين يتقابعوا ورا. هذول الظاهر كانوا يتهاوشوا على قطعة البرتقال هذيك، هذاك مع البرتقال اللي ورا. صراحة المكان رهيب، بس اتوقع كذا كفاية خلاص بنزل. مرة حر، مرة حر رطوبة، الله يستر. انا احس ان النزول اصعب لان الدرج يزحلق. هذه فقط ربع عنوان، يا رب ما تزحلق. التيك طلع مو واحد ما شاء الله، طلع مجموعة، ايش طلعهم هنا؟ في واحد راسه محلوق، شوفوه من فوق ما في الاحمر، ولا هذا مو ديك؟ لا اتوقع ديك زيهم. نعطيه نظرة اخيرة قبل ما ننزل. يلا خلاص، هنا حتبدا فقرة، يا رب ما اطيح، ويا رب ما ادعس على اي قرد في الطريق. والله هذا واقف، ليش واقف استنى هنا يا اخي؟ امشي، طيب انزل سوي شيء. هروح جهة ثانية، هذا فيها قرد. درجة يوتر مرة ماي بزيادة،
اصور عشان لو طحت يصير عندي لقطات في اليوتيوب على الاقل. كله وجوع لذا الدرج، كيف انزل؟ حرفيا ما اقدر انزل، اطلع مره ثانيه اروح الجهه اللي بعدها. والله بقدر، والله بقدر. لا بعد عني، تكفى تكفى بعد عني تكفى. اوكي راحوا راحوا طلعوا فوق اشوا، حستغل فرصه انهم راحوا راح انزل. المهم نقول وداعا لهذا الدرج، وما في الى لقاء اخر، ماني راجعه. هذه حاطينها حقت الرهاب الاجتماعي. الشجره هذه كلها حمام مليانه، بس احسها فخ، المفروض ما حد يوقف تحتها، يعني ما يحتاج، واضح من الارضيه. فينا كشكات يبيعوا الاشياء حقت التسمم الغذائي ذي اللي ما عليها ماركه تجاريه. المهم انا اتوقع خلاص بمشي من هنا واشوف مكان ثاني. هنا يبيعوا الموز واكل الحمام، بس معلش اشتري بعدين يهجموا علي. لا شكرا. نعرف هذه عندنا خبره مع الغزلان. جيت هذا المول في مطعم بجربه، هذا هو طيب حق الهوت بوت، مكتوب عليه حلال. ان شاء الله ما يكون في انتظار طويل، لان صراحه ما ودي انتظر. لا في طابور يقطع من المشوار. رجع بيتنا واجي يوم ثاني. لقيت محل اسمه مستر دولار، شكله دايسو حق الماليزيين. ان شاء الله ما يطول مره، خلينا نشوف كم ياخذ مني. الحين الساعه 12 و19 دقيقة. قالت لي اختار السوب اللي ابغاها، في 5 انواع. الريكومنديشن عندهم هذه توم يم، تقول انها سبايسي، فاخذتها واخذت معها الكيمتشي. بس والله استنى داري، خلاص قربت، قدامي مجموعة واحدة بس. هذا الجهاز اللي عندهم هنا تحدي، وإذا قدرتوا تجيبوها على 10 ثواني تاخذوا أكلكم ببلاش، فكلهم بعد ما ياكلوا يجوا يجربوا فيه قبل ما يدفعوا، فحنسويها يعني، ما أتوقع إني حفوز بس نجرب ليش لا. أوكي دخلت، والحين 12:53، يعني ما طولت مرة، أقل من ساعة. الحين بيجيبوا الهوت بوت هنا. هذه الكيمتشي وهذه الثانية ذيك التوم يام أتوقع اسمها، المفروض إنها سبايسي. المهم جابوا دجاج ولحم والمزيد من اللحم. هو نظامه تروح تاخذ الاكل اللي تبغوه من الثلاجة. في هنا اشياء بحرية ما حد يبغى ياكلها، فيها الدق، فيها خضار، في مشروم، في خس، في صوصات. هذا ظاهر تشيل اويل، هذا لازم منه، اطعم شيء تشيل اويل. في هنا دجاج ترياكي، كرات السلطعون مكتوب عليها كراب بولز، في تاكو ياكي بعد. هذا شيء حالي اتوقع، ما ادري شو هو، ما ادري، الظاهر الظاهر زي الكاكيغوري، اتوقع زي الكاكيغوري. هذا رز، اوكي رز بعد، فرايد رايس شكله. في هذه الثلاجة فيها اشياء بحرية بعد، محار، في جيوزا، اوكي ممكن اخذ جيوزا. ترى في اشياء مرة كثير بس كل اشياء بحرية ما حد يبي ياكلها. في اسماك، اخطبوط، هذا مو اخطبوط. في هنا اشياء بعد ما حد يبي ياكلها. في بيض بعد اتوقع تسلقوه انتم في الهوت بوت حقكم. هم اوريدي جايبين اللحم والدجاج، بجرب الذرة والمشروم، هذا لذيذ الصدق. وجبت خس عشان اجرب الطريقة الكورية في الاكل اللحم. طيب وصوصات، صح نسيت قلت لكم جبت جيوزا، طاحت. دقيقة دقيقة وين راحت؟ هذه كنت بحطها فوق، حاط الجهاز الثانية. خلوا مقطعين شرايح صغيرة عشان يستوي بسرعة، حطوا هنا ولا هنا، يلا واحدة هنا واحدة هناك. الله يعين، عاد بعدين كيف حطلعها ما ادري. نحط المشروم والذرة، عبل ما يطبخ شوي بجيب المشروب. في هذا خوخ اتوقع، برتقال، ليمون، وهذاك لاتشيا اتوقع. حس الليمونيد سيف، هجرب الليمونيد. انا اتوقع ان الدجاج استوى بس ما ادري وين راح، ما ادري كيف حطلعه اصلا. هنجرب الدجاج، حطها في التشيلي اويل، اهم شيء في الحياه. جرب بسم الله. اوكي والله حلوه، مره مره حاره، شكلها كانت اللي هنا. هذه ثاني حقت الكيمتشي، جربها هذه المره بالرز، في طعم ميسو ما ادري ليش، بس لذيذه عجبتني. انا رميت الجيوزا تحت لانها ما ادري فوق طولت السالفه. الذره خلصت، ان شاء الله جيده. صوص مره لذيذ، مره مره لذيذ، اطعم من هذاك الصيني اذا تذكروا اللي رحت مع البنات، صوص خرافي مره. بحط اللحم عشان اوريكم الطريقه الكوريه اللي قلت لكم عليها. اوكي كذا بعد ما استوى اللحم نحطه في التشيلي اويل، نحطه داخل الخس وياكلوه كذا. جرب بسم الله. وبس والله نظامهم كيتو يعني، بس اتلغوصت الصوص طاح من يدي وسالفه. صدق ابغى اجرب الجيوزا، حسها تطلع مره لذيذه. يلا بسم الله، رهيبه يجي منها، هذا الصوص خرافي مره خرافي. المهم خلصت بدفع بجرب، لو جبت 10 اكل بلاش. طيب يلا بعيدة مرة بعيدة. المهم دفعت زي الناس المحترمة، سعره كان 70 رنجت. المهم محل ابو دولار، حنسوي فقرة ايش نقدر نشتري بدولار واحد في ماليزيا، بس بتأكد اذا السعر دولار ولا مو دولار. توقعت انه كل شيء بيكون بدولار، طلعت غدرة، ما في زي دايسو ابدا، كل شيء سعره مختلف حرفيا، الدولار مجرد مسمى فقط. ماشي غدرة، والله توقعت انه كل شيء بيكون بدولار. هو شكله اسمه محل بدولار، فما في ولا شيء بدولار. هذا ب 72، ما ادري، فجأة فيه اشياء سوبر ماركت، اشياء تنظيف، اشياء بيت، يعني خليط الموضوع.
المهم خيب امالي ذا صراحه، وانا ماشي لقيت هذا وشدتني هذه اللي هنا اونو، طبعا جمعت بين كل الانميات مع بعض، ناروتو ون بيس دراغون بول وكيميتسو نو يايبا، والبطاقات عليها الشخصيات يعني. هي يعني واضح انها مسوق الجمعه، هذه حقت فيلم باربي، في بعد كارز، هذا حق الكلاب حق الاطفال، فروزن، بي تي اس، كلها ماشيه انه يعني كل واحده لها شخصياتها لحالها، بس هذه حرفيا احلام العصر كذا، سووا سلكت اول وكلها مره واحده. لقيت محل نظارات مسوي كولابريشن مع باور اوف جيرز، انا شاك ما ادري ليش الاضاءه كذا سايره مزعجه. هذه بابلز، هنا بلاسم، باتر كاب، والظاهر انها تجيكم في هذه الشنطه بعد. ايه حتى مو جو 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 موجود، حلوه ظريفه عجبتني. دخلت السينما يا جماعه، طيب لقيتهم حاطين بلاي ستيشن 5 ولعبه سونيك، اتوقع عشان الفيلم اللي راح ينزل او الفيلم اللي نزل او شيء زي كذا. اقسم بالله احسبه فيلم مصري والله، من هذا لابس فوطه بعد، ايش في؟ يمكن هندي او شيء، يمكن هندي. في فيلم لذا روك، وهذا حق فينوم، هذا الفيلم سونيك 3 الظاهر مسويين عرض، اذا اخذته بسعر معين مدري تذاكر معينه تاخذ هذه الاشياء معاها. المال اللي كنت فيه جنبه في ايكيا، فشكلي بدخل ايكيا بشوف اذا عندهم فعاليات ولا لا. ولاحظ اني قاعد ادور فعاليات في ايكيا، ما ادري هذاك المدخل ولا ادخل من جوا ولا وين. صدق انا دخلت عشان ابغى مكان اجلس فيه، تعبت، خلنا نجلس شوية بعدين بقوم. أيوة شو رأيكم بديزاين الغرفة دي؟ افتح سالفة، أوه ماي جاد إيش المكتب الصغير هذا، تو ماتش والله تو ماتش. هذا حق زينة مو حق استخدام، حتى اللابتوب ما يكفي على الطاولة، حتى ذي ما هي عملية يدخلها غبار، ما عجبتني نغير الغرفة. هذا مبسوط قاعد يتفرج تلفزيون والدنيا حلوة، ما أتوقع في السعودية كانوا يحطوا تلفزيونات حقيقية، كانت كلها فيك. أشوف هذه الدولاب فيه تعليق بس الجهات كلها صغيرة، هذه الجهة والجهة الثانية بعد، فماش حتى ذي ما عجبتني، ندور غيرها. انا ما ادري ليش قاعد ادور غرف، بس يلا. اوه حمام لعبتي، ماشي بس ايش دعوه المويه حتطلع برا، المفروض يكون مرتفع، المفروض الزاويه هذه تكون مرتفعه اكثر. ماشي ما عجبني، هذا اللي كان يتفرج تلفزيون طلع نايم. هذه احس الطاوله القزاز ازعاج يعني، احسها معرضه للكسر في اي لحظه، فبرضه لا. هذه المكتب حجمه كويس، هذه ما ادري ما لها داعي، احس انها زحمه على الفاضي القطعه ذي، او ممكن مفيده لو كانت الشاشة منخفضة شوية. هذا الكرسي ما أحسه مريح طبعا، لا أهم شيء إيش نجرب الكنبة، والله مش بطالة، لا لا حلوة تصلح تصلح، بس اللون هذا طبعا لا. هذا الأدراج تقول تاتش مي، أوه تتفتح ذاتي، حبيت ده، هذه حلوة. كلهم مسوينها بنفس الشيء، شكلها الجديد عندهم ولا إيش؟ أوكي إيش فيهم انعزقوا مع بعض، شوفوا طبعا لا. هذا قلنا اول يدخل غبار طبعا لا، طاوله قزاز طبعا لا، خلوا اشتغل وفجاه الاقي قدامي شخص ثاني طبعا لا، معلش التوتر هذا. والله اللابتوب اكريليك 100% اكريليك، ايوه هذا ممكن شويه خصوصيه شويه حواجز، مش حالاتي وانا مقابله وجهه البشريه. اوكي حمام ثاني خلينا نقيم الدولاب، هذا مره كبير، مره مره كبير، مسوي زحمه يعني، مو من كبر الحمام عشان نحط دولاب قد كذا كبره طبعا لا. اوكي ليش السرير لازق كذا طبعا لا، ليش كل الدواليب ما فيها اماكن تعليق طويلة كلها نص، ليش ما في طويل؟ طيب المفروض يكون نص طويل نص نص صح ولا انا لحالي؟ المهم اتوقع كذا خلاص كفاية بطلع من هنا، لا طلع في مطر الغدرة، ما كان مكتوب انها بتمطر اليوم. اتوقع خلاص ننهي الفيديو هنا، اذا عجبكم اعطوا لايك واشتركوا في القناة.